وكان البلدي قد قبل منصب نائب رئيس الجمهورية، كان الأول يريد منصب رئيس الوزراء لولا اعتراض في نهاية الأمر من أنه لا يجب للبلدي المشكوك أصلا في نواياه أن يتم قبوله كرئيس وزراء، ولكن تم الاتفاق في النهاية على تعيينه نائب رئيس جمهورية لشؤون العلاقات الدولية. كان له ثلاث شروط أساسية كانت محور خلافه مع الدولة المصرية حتى اللحظة الأخيرة. الشرط الأول أن يسير بموكب يعادل موكب رئيس الجمهورية المؤقت. الأمر الثاني أن يقيم في قصر القبة. الأمر الثالث أن يستلم بوكت ماني يومي 10,000 جنيه. هذه، وأنا أتحدى من ينكر ذلك من المسؤولين الموجودين حاليا، لأني سمعت هذا الكلام من أعلى مستوى من مستويات عليا داخل الدولة المصرية. يعني دي كانت خلافاته ودي كانت طلباته طبعا، مش علشان هو كان متضايق ان في اسباب اخلاقيه وفضل اعتصام بالقوه وهو فوجئ بيه وما كانش معترض وما كان ثم انه كان يعترض على وجود السكرتارية التي تدون المحاضر المقابلات، وهو عرفه موجود في رئاسه الجمهوريه، فكان يقابل كاثرين أشتون وحيدا، وكان يقابل جون ماكين وحيدا، وكان هو صاحب قرار الوساطة ما بين مرسي وبين المجلس العسكري، وكان يريد وساطة، وكان يعني يحرض المجتمع الدولي على الضغط المجلس العسكري، وكان سببا في زيارة كاثرين أشتون لمحمد مرسي وغير ذلك من الأمور. فهو كان يلعب في هذا الوقت دور تخريبي لمصلحة جماعة الإخوان.